برحب بيك يا كابتن شوبير، وبرحب طبعا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وبكل متابعي استاد الأهلي في كل مكان. ويمكن آخد من كلام حضرتك من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، ولما لا من أمام دولاب بطولات النادي الأهلي اللي الحقيقة تم إضافة لي بطولة أخيرة، وهي بطولة السوبر المحلي منذ أيام قليلة. طبعا بنأمل وبنطمح أن بطولة جديدة، هي يعني جديدة من نوعها، يتم إضافتها لدولاب بطولات النادي الأهلي، ونكون موجودين مع حضرتك من أمام دولاب البطولات، ونكون بنحتفل بكأس الانتر كونتيننتال. لان طبعا يا كابتن شوبير زي ما احنا عارفين ومتعودين، النادي الاهلي لما بيدخل بطوله هي الاولى من نوعها بتكون الكاس، او بيكون الكاس الحقيقه هو هدف النادي الاهلي. خليني اقول لك يا كابتن شوبير ان احنا متواجدين يعني منذ ساعات، والاعداد في ازدياد كلما اقتربت موعد المباراه. خليني اقول لك كابتن شوبير ان النادي الاهلي واداره النادي الاهلي بمقره الرئيسي بالجزيره مستعدين استعداد تام، ويمكن بيتم التحضير لمباراه اليوم منذ ايام، لان طبعا بيكون النادي مستعد ان هو يستقبل اكتر من 4000، او خليني اقول لك كمان 5000 عضو، والحقيقه من الخمس بوابات الخاصين بالنادي وايضا من المرسى. خليني اقول لك كابتن شوبير ان هم استعدوا بشاشات كتير جدا، ما يقرب من 12 شاشه، كمان حوالي 3000 مقعد امام الشاشه الرئيسيه بالمقر الرئيسي بالجزيره، استعداد تام كامل وتام الحقيقه يا كابتن شوبير، خاصه المنافذ كمان بتعمل بكامل قوتها، منع الاجازات بشكل تام زي ما دايما اداره النادي الاهلي متعوده ان هي تعمل في مقره الرئيسي بالجزيره. يمكن يا كابتن شوبير سالتني على حاجه مهمه جدا، وهي ردود افعال الجماهير او اعضاء النادي الاهلي تحديدا وتوقعاتهم. الحقيقه ان كله متفائل بشكل كبير جدا، خاصه النادي الاهلي بيدخل بمعنويات مرتفعه بعد تحقيق السوبر المحلي على حساب غريمه التقليدي وهو نادي الزمالك، معنويات مرتفعه على الرغم من الحقيقه كان في اجهاد بدني كبير جدا، ولكن دايما الاهلي متعود على النوع ده من البطولات يا كابتن شوبيرو، على النوع ده من المباريات. الحقيقه ان النهارده احنا ناويين نشوف مباراه رائعه ما بين بطل افريقيا وبطل اسيا، كلهم متوقعين ان يكون الحقيقه الغلبه للنادي الاهلي، وتكون النتيجه 2-1 او 2-0 ان شاء الله يا كابتن شوبير، وان شاء الله ان شاء الله نكون موجودين مع حضرتك بنحتفل بفوز النادي الاهلي في كوارتر فاينل او ربع النهائي، وكمان بقى تاهله للسيمي فاينل، وان شاء الله ان شاء الله نكون موجودين بعد كده، يعني بعد ايام او بعد اسابيع قليله جدا، عشان نحتفل مع حضرتك ببطولة جديدة تضاف لدولاب البطولات اللي احنا موجودين امامه دلوقتي من داخل المقر الرئيسي بالجزيرة. مريم سميح بالزي الاحمر من داخل النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا.